في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، يعني الرصاص المذاب يوم القيامة، فهذا عقابه، فهم له كارهون يكرهون أن يسمع حديثهم. من استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. أيضا كلمة يفرون هذه تدل على أنهم لا يريدون من هذا الشخص أن يطلع على ما يتعلق بهم في أقل الأشياء، لأن كلمة الفرار تدل على أنهم لا يريدون أن يعثر على شيء مما أخفوه عنه. والاستماع صورة واضحة، لكن ذكر الصنعاني في سبل السلام بعض الصور التي تدخل ضمن هذا الحديث ولعلها تصدق في مثل هذا الزمن كما هي صادقة في زمنه. يدخل في ذلك لو أتى شخص إلى اثنين في مكان واسع وإذا بهما في زاوية يتحدثان وهو في زاوية أخرى فيصدق عليه الحديث. لما؟ قال: لأن بعض الناس سريع الفهم وعنده حسن في تركيب الكلام بعضه على بعض، فلربما سمع بعض الجمل فيركب من خلال فهمه وذكائه بعض الجمل على الجمل، فيتوصل من خلال ذلك إلى أن يعرف ماذا دار بينهم من حديث.